هذه الوزاره داروا مجلس التبون على الاخر مليح، فرد حاجه ما عجبتناش الوزير الصحه. وزير الصحه راه بخدم في الكورونا وقت الاكسجين هذاك قريب يتضرب قريب يموت، ما يتنحاج وزير الصحه. المهم يبقى هذاك راه عبره، راهو طبيب وراهو وزير، هذاك راهو فك نص الجزائر فكاه هو، بصح نورمال ما ينحيوهاش. هذه غلطه دارها، غلطه داروها في الوزير الصحه. نتمنوا ان شاء الله وزير الصحه يرجع لبلاصتو، ومرحبا بالوزير الصحه هذا اللي جا، بصح نتمنوا الوزير الصحه اللي نحاو هذا لازم يرجع، خاطر الوزير مليح هذا ما لقاوش خوه، المستحيل. وتبونا ما يعرفوش يديروا مليح وماشي على الكيف، هذا هو.